يتواجدان في غذائنا، يسيطران على تحرك سياراتنا، الطائرات، القطارات والسفن، ويحركان الصناعة ويطوران من حياتنا اليومية. فلا حياة بدونهما، ولا اقتصاد ينمو ويزدهر بدون النفط والغاز. في كل ثانية يستهلك العالم أكثر من 100,000 متر مكعب من الغاز الطبيعي، وأكثر من 3.5 تريليون متر مكعب سنويا، ويلتهم الاقتصاد العالمي حوالي 100 مليون برميل من النفط الخام يوميا، وهما يسيطران ويتربعان على أهم موارد الطاقة عبر العالم. الجزائر تمثل واحدة من البلدان ذات الأهمية القصوى لمنابع الطاقة حول العالم، فهي تنتج 135 مليار متر مكعب سنويا من الغاز، تستهلك منها السوق الداخلية حوالي 50 مليار متر مكعب، بينما تصدر 54 مليارا أخرى، وتملك احتياطات بأكثر من 4 تريليونات متر مكعب، ما يمثل 2% من الاحتياطات العالمية، بينما يصل انتاج النفط إلى حوالي 1.1 مليون برميل يوميا بحجم احتياطات مؤكدة ب 12 مليار برميل. لتأمين جزء مهم من احتياجات البلاد من الطاقة واحتياجات عدد من دول حوض المتوسط وإفريقيا وقارة آسيا، يوجد على بعد 400 كيلومتر من العاصمة منشأة ضخمة لتسييل الغاز وتصديره في إرزيو بوهران، تدعى BGL3Z، دخلت الخدمة منذ عام 2015 وتنتج 4.7 مليون طن سنوياً. هي جزء من مركبين عملاقين لإنتاج الغاز المسال، 600 عامل مجندون للعمل 24 على 24 ساعة وفق فرق مناوبة، وعلى بعد بضعة أمتار فقط مركب عملاق آخر لإنتاج غاز البروبان والبوتان، يؤمن حاجيات البلاد ودول أخرى، متربعا على 120 هكتارا، 850 عاملا متأهبون لضمان الإنتاج. وفي قلب العاصمة مصفاة ضخمة لتكرير النفط الخام استعادت نشاطها مؤخرا، يسهر طاقمها المكون من أكثر من 1000 عامل على تأمين حاجيات السوق. كل هذه المنشآت العملاقة يديرها طاقم بنسبة 80% من الشباب لا يتعدى معدل أعمارهم 36 عاما. بعد حوالي نصف قرن من تأميم المحروقات واستعادة السيادة على الموارد الطاقوية، عمل تحت الضغط ولساعات متواصلة، تأهب في أي لحظة لمواجهة الخطر. أهلا بكم إلى هذا العمل الذي يسجل أهم لحظات أنشطة تمييع الغاز وتكرير النفط في الجزائر. بالعودة إلى السياق التاريخي لثروة النفط والغاز، اكتشف النفط في الجزائر خلال العهد الاستعماري سنة 1956 في حاسي مسعود، في وقت كانت فيه ثورة الجزائرية في أوج بداياتها، حيث كان المجاهدون يحاربون القوات الفرنسية المستعمرة أينما وجدت. سرعت فرنسا الاستعمارية إلى إنجاز منشآت لاستخراج النفط ونقله إلى الموانئ الجزائرية في الشمال وتصديره نحو أسواقها العطشة لخام الجزائر الأسود. تظهر هذه الصور البنى التحتية التي شيدتها شركات توتال وإلف وفينا الذين تكتلوا في مجموعة عرفت باسم ليراب. استقبلت أسواق فرنسا الاستعمارية أولى براميل النفط الجزائرية في 1957 فاتحة شهية اقتصاد يعيش على دماء وجهد الرجال الكادحين في مستعمراتها. توسع طمع الشركات البترولية الفرنسية في نفط الجزائر حتى بعد الاستقلال، ولم تشأ التفريط فيه بسهولة، وضمنته في اتفاقيات إيفيان الشهيرة. فحسب مفهومها الاستعماري يكون سطح الأرض ملكا للجزائريين وما بطن منه ملكا لفرنسا.
في خطوة ذكية واستراتيجية من الدولة الجزائرية الحديثة، أعطي الضوء الأخضر في سنة 1963 لإنشاء شركة جديدة ستكون لاعبا رئيسيا في إدارة ثروات البلاد. أطلق على اسم الشركة اسم مختصر هو سوناتراك، ومعناها مؤسسة نقل وتسويق المحروقات. كانت دلالة الاسم كافية لمدى محاولة فرنسا وشركاتها منع أي شركة جزائرية من الحصول على امتيازات استغلال حقول النفط والغاز. بدأت الشركة الوطنية الحديثة النشأة تكافح للحصول على عقود امتياز واستغلال من الشركة الفرنسية، وفي نفس الوقت كانت سوناتراك تدرب كوادرها على هذه الصناعة المعقدة تحسبا لساعة الصفر بعد 8 سنوات. ومع استمرار استفزاز لوبي النفط الفرنسي كان هذا الوضع لابد من أن يتغير ليظهر قائد وطني بنى استراتيجية امتدت ل8 سنوات لاسترجاع سيادة الجزائر على ثرواتها النفطية والغازية. إنه الرئيس الراحل هو ريبو مديان عندما حانت ساعة صفر ليقرر. قررنا ابتداء من هذا اليوم باش ناخذ 51% من الشركات الفرنسية. ثانيا قررنا تأميم الغاز الطبيعي الموجود في الصحراء. بعد هذه اللحظة التاريخية الحاسمة في تاريخ اقتصاد الجزائر، انطلقت معركة إنشاء مركبات عملاقة لتكرير النفط وأخرى لتمييع الغاز لتدمج في إرساء قاعدة صناعية صمدت لسنوات طويلة. من هذه الحقول في الصحراء الجزائرية الواسعة تصل أنابيب الغاز نحو هذه المنشأة العملاقة في المنطقة الصناعية لأرزيو بوهران. إنها عبارة عن نسيج ضخم من الأنابيب والأجهزة المعقدة وكتلة ضخمة من الفولاذ. لتشكل كلها مركب تسييل أو تمييع الغاز الطبيعي المنتج الأكثر طلباً في السوق الدولية اليوم والأنظف على الإطلاق. قاطعاً 100 كيلومترات عبر الأنابيب يستقر غاز حوض حسر ملة هنا في مركب تمييع الغاز جينال تروازاد، المركب العملاق ليصبح فيما بعد سائلا وموجها كذلك لتصدير عبر البواخر العملاقة. نصر الدين هو الرجل الأول في هذه المنشأة العملاقة، إنه يشغل منصب مدير مركب تمييع الغاز GL3Z، يشرف على 600 عامل 80% منهم من الشباب بمختلف الرتب، مهمته متابعة كل صغيرة وكبيرة. إنه هنا يعطي تعليمات وتوجيهات في اجتماع الصباح لتنفيذ خطط وبرنامج المركب. La situation étant stable, il n'y a pas de problème technique majeur qui pourrait retarder les plans de production, impacter les plans de production. بدأت التشييد تاع المركب نتاعنا في ديسمبر 2008 وتم التسليم في ماي 2015. طاقة الإنتاج للمركب هي 4.7 مليون طن في السنة.
لقد شحن هذا المركب أكثر من 300 ناقلة للغاز المسال في 2019 نحو مختلف الدول التي تملك عقوداً مع الجزائر ليكون مصدراً مهماً لمداخل البلاد بالعملة الصعبة. في 2019 تم شحن الباخرة 300 منذ بدء الإنتاج، كما أننا حققنا هدف شهادة الجودة الغاز المسال الذي يسوق إلى السوق الدولية عن طريق العقود التي تبرمها الشركة. وحدة الإنتاج الضخمة هذه تتكون من أجزاء معقدة وتستلزم في مرات كثيرة الوقوف على نشاطها ميدانياً. يستعد يونس وهو تقني سامي بمنشأة تسيير الغاز لمراقبة أجهزة القياس، قياس الضغط. أوكي بيرمشي 15 بي دي تي 21 0 فاصل 1. شكرا يونس، بارك الله فيك. درجة الحرارة راها ناقص 37 درجة مئوية. يونس إنه يركز على عمله بدقة فلا مجال للخطأ، ينقل كل ما يراه من قراءات الأجهزة إلى قاعة المراقبة عن بعد. الكتلة الضخمة من الفولاذ التي ترونها الآن هي عبارة عن أهم أجزاء مركب تسييل الغاز وتدعى بالمبرد الحراري، فعند استقبال الغاز على حالته الخام من الحقول البعيدة في الصحراء تتم تنقيته من كل شوائب والعناصر الكيميائية التي تؤثر على إنتاج غاز مسال نظيف مثل غاز أكسيد الكربون والزئبق والماء وبعض العناصر الأخرى، ويتم رفع الضغط تدريجيا في بعض المراحل، ثم تبدأ عملية خفض الضغط إلى 150 ميلي بار لإنتاج الميثان والإيثان المكونين للغاز المسال وتبريدهما في درجة حرارة 162 درجة تحت الصفر ليتقلص حجمه بحوالي 600 مرة. يشرف رئيس دائرة الإنتاج ساري نور الدين وفريقه المكون من 130 مهندسا وتقنيا على كل عملية إنتاج الغاز المسال يوميا، وهم يعملون تحت ضغط رهيب. على مستوى المبرد الحراري يتم خفض ضغط درجة حرارته من ناقص 32 درجة إلى ناقص 148 درجة، ثم يتم بعد ذلك خفض ضغطه من 59 بار إلى 150 ميلي بار، وخفض درجة الحرارة من ناقص 148 إلى ناقص 162. الإنتاج ما يتوقفش إلا إذا كانت مرحلة سنوية وهو توقف مبرمج. تقليص كثافة الغاز بنحو 600 مرة عند إسالته له أهداف استراتيجية، فالغاية القصوى من هذه العملية هو تسهيل وتأمين نقله عبر هذه الناقلة الضخمة الراسية بميناء إرزيو التي تنتظر شحن الغاز المسال من الخزانات العملاقة. تنتج هذه المنشأة لتمهيع الغاز 33 ألف متر مكعب يومياً، حتى نقلل من حجمه ب600 مرة، ونستطيع تسويقها عبر البواخر. ما نستطيعش تسويق الغاز في البابول لأن حجمه 600 مرة الحالة السائلة. مستوى رصيف رقم 7 الذي يستوعب بواخر من 40,000 إلى 220,000 متر مكعب. على بعد عشرات الأمتار يوجد داخل هذا المبنى الحصين قاعة تحكم ومراقبة الإنتاج عن بعد. إنها العقل المسير لسلسلة الإنتاج بأكملها، تعمل وفق أحدث التكنولوجيات في مجال إسالة الغاز. طاقم من المهندسين والتقنيين بقيادة ساري على جانب كبير من التركيز، لكن هذا الهدوء على وشك أن يتغير ويتحول فجأة حالة طوارئ لم تكن في الحسبان. إنها مشاهد غير تمثيلية بل حقيقية. خلل مفاجئ في ضغط مادة الأزوت بوحدة توزيع هذا العنصر الأساسي لعمل منشأة تسييل الغاز نتيجة انخفاض الضغط من 8 بار إلى 5 بار ليصل إلى مستوى الإنذار. لا
هذه البيانات المقلقة من شأنها أن توقف الإنتاج بالكامل لمدة 16 ساعة أو أكثر. لا لا شوف وهذا يعني مشاكل كثيرة متسلسلة تضع صاري في عين الإعصار. فريقه يصارع لحل هذه المشكلة. بعد دقائق ينجح الطاقم في إعادة الضغط العادي تدريجيا لوحدة توزيع الأزوت، ويتفادى الفريق توقف الإنتاج. وجهنا تعليمات للعامل على مستوى المنشأة، راح تحقق بأن الصمام كان مغلوق، اتخذ الإجراءات اللازمة وفتح الصمام وعادت الحالة للحالة العادية، والسيركوي الآن إيطالي موتيبال السيركوي أزوت، بما نجنب وقوف المعمل اللي ينتج حاليا 33 ألف متر مكعب يوميا. في مواجهة الحالات الطارئة هناك فريق كامل مستعد للتدخل عند أي مشكلة. يقود محمد أرابع هذا الفريق لمواجهة التسربات، الحرائق، الانفجارات. في وحدة التدخل لكل ما هو طارئ وضروري مثل تسربات الغازات والحرائق واندلاع الحرائق. دونك الفرقة تاعنا عندنا فرق مهيئة 24 ساعة على ساعة 24 ساعة لتدخل لأي حادث أو تسرب غاز أو ما شابه ذلك، وندخلوا كذلك في إسعاف الإسعافات الأولية. هنا با مال دو مويان دو لوت، عندنا دي مويان دو لوت موبيل. Comme on a aussi des moyens de lutte fixes, nous avons des camions de lutte anti-incendie, nous avons trois camions anti-incendie, nous avons deux ambulances, une sanitaire et l'autre sanitaire. عمال الوقاية مع عمال البيئة يرافقون كل سلسلة الإنتاج لتجنب أي أخطاء يكون ثمنها باهظا للغاية. فيما يخص الوقاية من الحوادث والأخطار والتسربات الغازية، يعتمد مركب جي 3 زد على تنصيب وتثبيت أجهزة استشعارية تستشعر التسربات الغازية والسائلة وتعطينا المعلومة في القاعة المركزية للمراقبة. فيما يخص مهام المخولة للمصلحة تسير نفايات صلبة وفقا لقانون 0119، تسير نفايات سائلة عن طريق متابعة محطة تصفية المياه المستعملة وفقا لقانون 0641، تسير انبعاث الغاز والدخان وفقا لقانون 0638، وتسير المواد الكيميائية المستعملة للمركب. غير بعيد عن وحدات التدخل والوقاية يعمل طاقم آخر على إصلاح المحركات التوربينية وكل ما تعلق بمكونات منشأة إنتاج الغاز المسال. فريق مراد مكلف بهذه المهمة، مطالبون بصيانة كل برغي حتى أضخم قطعة في المركب. انا
المتابعة الدورية وبشكل مستمر للمنشآت والمعدات والأجهزة الإلكترونية وأجهزة القياس ومختلف الأنظمة. فهناك طريقتين للصيانة، إما أن تكون بطريقة تلقائية حيث نسجل عطب أو خلل في معدة ما، وهذا ما يسمى بالمانتونونس كيوراتيف، وإما بطريقة أخرى بشكل وقائي استباقي، وهذا ما نسميه بالمانتونونس بريفونتيف. الشيء أيضا المميز في هذا المركب هو أن التركيبة البشرية تتكون من أشخاص شباب خريجي المعاهد والجامعات الجزائرية، لكن مديرية المركب مع دائرة الموارد البشرية تقوم بتدريب وتكوين مستمر لهذه التركيبة البشرية. لتمويل منشأة الصيانة هناك مستودع يحوي على أكثر من 24 ألف قطعة غيار من كل الأصناف. رانا متواجدين الآن في مخزن مركب جيل تروازات، مصلحة تموين سير المخزونات. في المخزن هذا يوجد 24700 أرتيكل قطع غيار، هذه القطع غيار متواجدة لصيانة المركب. نوعية الغاز المسال لها أهمية كبرى لدى الدول التي تشتري غاز الجزائر، ولن تمر قطرة واحدة منه نحو الأسواق الدولية دون أن يمر على هذا المخبر المتخصص في تحليل نوعية الغاز المنتج في هذا المركب. وظيفة تاع الأساسية هي مراقبة جودة الغاز الطبيعي، وكذلك كل مركبات ما يعرف بلي سو برودوي تاع دو غاز ناتورال كيفي، على سبيل المثال غاز بروبان، غاز البيوتان والغازولين، اضافه الى الماده الاساسيه اللي هي غاز المسال. تعمل إدارة المركب على ضمان تكوين شامل للمهندسين والتقنيين وفق برنامج محدد لتحقيق نجاعة أكبر في تمويل الزبائن بمادة الغاز المسال. نقوم كذلك بتطوير القدرات، الاستثمار في الطاقات البشرية الجزائرية وهي طاقة شابة، حيث أن معدل سنة العمر لعمال المركب هو 36 سنة. نستهلك برنامج التكوين 17 مليار سنتيم في 2019. غاز آخر لا يقل أهمية عن الغاز الطبيعي المسال، يستخدمه العالم بكثافة كوقود صديق للبيئة ومنخفض التكلفة، وله عدة استعمالات في الصناعات البتروكيماوية. إنه غاز البروبان وغاز البوتان بجواره. على بعد مئات الأمتار من منشأة تسيير الغاز شيد مركب ضخم يعد من بين أكبر المنشآت الغازية حول العالم لفصل غاز البترول المسال وإنتاج مادتي البروبان والبوتان، يدعى بجي بي إن زد، متربعا على 120 هكتارا بمنطقة مصر الحجاج في إرزيو. تم بناء مركب إنتاج غاز البروبان والبوتان على مراحل من 1983 حتى آخر مرحلة في 2010 بقدرة إنتاجية تصل إلى 9 ملايين طن سنويا. 850 عامل مهمتهم الأولى ضمان الإنتاج دون توقف. المرحلة الأولى دخلت الإنتاج في ديسمبر 1983 بطاقة إنتاج تقدر أنذاك بأربعة ملايين طن سنويا بأربع وحدات، وكل واحدة بطاقة إنتاج مليون طن. ثم تم إضافة وحدتين لتصبح طاقة الإنتاج الإجمالي للمركب بست ملايين طن سنويا. ودخلت هذه المرحلة الإنتاج في فبراير عام 1998 بإضافة ثلاث وحدات.
مهمة مركب إنتاج غاز البروبان والبوتان هي تموين السوق المحلية بهذه المادة الحيوية للسكان والصناعة وتصدير كميات أخرى إلى الأسواق الدولية في أوروبا وإفريقيا وآسيا وحتى أمريكا الجنوبية. زبائن سوناتراك من القارة الأوروبية، قارة آسيا وجنوب أمريكا وأيضا إفريقيا. البروبان هو مركب كيميائي لا رائحة له ولا لون، يعرف C3H8. أما البوتان فهو مركب كيميائي أيضا رمزه C4H10، وكلاهما يصاحبان النفط عند استخراجه، لذلك يوجه أكثر من 15 حقلا نفطيا وغازيا في الصحراء الجزائرية إنتاجه نحو هذا المركب العملاق من أجل عملية الفصل. مركب تسييل الغاز جينال طروزات ليس المركب الوحيد في المنطقة الصناعية بيرزيو. هذا المركب الضخم الذي نتواجد فيه الآن هو من بين أكبر المصانع حول العالم لإنتاج غاز البروبان والبيتان. في هذه المنطقة ومنطقة التخزين يستقبل هذا المركب غازا من 15 حقلا من الصحراء الجزائرية إلى هذا المكان، ثم يتم توزيعه إلى قطارات الإنتاج. تعرف وحدات الإنتاج سلاحا بقطارات الإنتاج، فهي تملك شكل سلسلة القطار، كل وحدة ملتصقة وملتحمة بأخرى في تناسق دقيق جدا. يتم هنا معالجة 150 طنا في الساعة من غاز البترول الخام في كل وحدة. يوجه غاز البترول المسال إلى فرع التجفيف لإزالة كل أثار المياه التي يحملها حتى لا يتجمد أسفل الأنابيب، ثم يوجه هنا لهذا العمود الفولاذي العملاق لفصل البروبان عن البوتان الأكثر ثقلاً. إنها مهمة فريق أمين عز الدين. نتواجد هنا في وحدة الإنتاج رقم 8، وهي من بين 9 وحدات للإنتاج. كل وحدة الإنتاج عندها طاقة للإنتاج لمليون طن في السنة، بمعنى أن في الإجمال عندنا 9 ملايين طن في السنة لكل الوحدات. المهمة الأساسية للوحدات هي تحصل على البروبان المميع والبيوتان المميع، كل واحد على حدة. ترسل غرفة المراقبة والتحكم عن بعد هذا التقنية السامي لمراقبة أجهزة القراءة والقياسات عن قرب لتجنب أي خطأ تقني قد ترسله شاشات المراقبة. مهما كان الخطر قائما، يقوم التقني بنفسه بمراقبة كل الإعدادات عن كثب. La température est 62. La température de la bouillère 30 degrés. Niveau théorique. Un bad. On a un moteur. La température de la bouillère 8720 degrés. يشرف فريق المناوبة بقيادة محمد الأمين في غرفة المراقبة على إيصال توجيهات رؤساء قسم الإنتاج للعاملين من أجل إدارة جيدة لعمليات الإنتاج بكفاءة وحذر. Transition rejoignez le fond fractionnateur et vérifiez la FB03. أعطينا l'ouverture تاعها. وتحليل البيانات وإعداد تقارير. نظام العمل هنا يعتمد عملا متواصلا من الساعة 7 صباحا إلى 7 مساء وفق نظام المناوبة. ولدينا 9 تقنيين يتحكموا على مستوى بفضل هذه الشاشات المراقبة يتحكموا في الإنتاج. نظام العمل كيفاش يكون؟ هو نظام مناوبة يومين في النهار ويومين في الليل. من السبعة سبعة، سبعة تاع النهار سبعة تاع الليل، ودخل فيه فريق واحد اخر يخلف الفريق الثاني.
الحذر يبقى واجبا من طرف جميع العاملين هنا، لا مكان للخطأ مطلقا، لأن ذلك يعني عواقبا لا يمكن توقع نتائجها بسهولة. آليات التحكم لازم نتعامل بسرعة مع الوضع، مع هذا الوضع الطارئ، وباش نتحكموا في الآليات نتاعنا. سلسلة الإنتاج هذه المكونة من 9 وحدات هائلة الحجم لديها حدود تقف عندها، فكلما زاد الإنتاج دون توقف زاد الخطر من حصول تسرب للغاز أو ضعف في قراءات الأجهزة، لذلك تكون عمليات الصيانة ضرورية لمركب عملاق كهذا. وحتى هذه العملية لا تخلو من المخاطر، صيانة عمود فصل المركبات، شاهق الارتفاع، صيانة فرن العملاق، صيانة عمود فصل المركبات، شاهق الارتفاع، تلحيم لبعض الأجزاء، وعلى ارتفاعات عالية جدا. إنها ليست صيانة مصنع بسيط كالتي نشاهدها دائما. فريق رضا الذي يملك خبرة واسعة في هذا المجال يجري اللمسات الأخيرة على صيانة وحدة إنتاج مبرمجة من قبل، سيجري تسليمها قريبا لدائرة الإنتاج. بريكونيزي انيسيالمون لي بلانينغ تاعنا دونك اذا كاين ان روتار ويكونوا كاينين دي كونترات يفوني وزافيزي بور لو ليفي قاعد لي كونترات هادو، ونكونوا ان شاء الله اطون في الديماراج تاعنا نهار لو جور تي ان شاء الله. عندنا طرافو تاع واحد 30 مينوت شغل. اوكي بيان روسي. دونك كاع لي ديسيبلين راهم هنايا. هذا سي ان اري دو تيب 3. هذا تيب 3 وين نديرو فيه كاع لي فيزيت ريغلومونتير، وثاني ندير ليكسبيرتيز تاع لي دو كولون. كو سوا فراكسيوناتور بلوس ديتانيزور بيان سور ميم لي تيست هيدروستاتيك تاع لي بالون لي زيشونجور دونك كاع تاع الانتاج هذا. كاع لي طرافو فيهم دي دونجي. دونك يفو بيان سور ساسوري du danger, maîtriser avec le danger. Qui connaît le danger, donc il est facile de maîtriser avec le danger. Donc généralement, il y a des séances de sensibilisation avant de commencer les travaux. في هذه الأثناء وعلى الجهة المقابلة لدائرة الإنتاج سيوجه البروبان والبوتان المنتجان هنا إلى صهاريج التخزين تتسع لسبعين ألف متر مكعب لكل خزان. يتم تخزين البروبان المميع في صهاريج ذات سعة 70,000 متر مكعب تحت درجة منخفضة ناقص 42 للبروبان وناقص 6 درجات بالنسبة للبيطان. كل مادة عندها 4 صهاريج، يعني البروبان 4 صهاريج والبيطان 4 صهاريج. بعد ذلك يتم عن طريق مضخات شحن البواخر للسوق الدولية. بعد أن تنتهي كل العمليات الإنتاجية لغاز البروبان والبيطان تأتي المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الشحن والتصدير في هذا الميناء العملاق أو هذا الميناء الضخم بالمنطقة الصناعية لأرزيو لتشحن كميات غاز البوتان وغاز البروبان في هذه الناقلة العملاقة التي تحمل أكثر من 30,000 إلى 50,000 طن لتجوب أعالي البحار لتصدر الغاز الجزائري من البروبان والبيطان. الميناء 106 مكلفة بشحن الغاز البروبان وغاز البيطان المميع بعد التعبئة تاعها، وتتجه بعدها نحو إيطاليا أو نحو كما هذه الباخرة نحو تركيا إن شاء الله الرحمن الرحيم. عندنا 16,000 بروبان و 17,000 بيطان. بينما يذهب جزء من الإنتاج نحو منطقة الشحن في صهاريج تحملها الشاحنات لتموين منطقة الغرب الجزائري وبعض المدن الأخرى في الوسط. في قلب العاصمة الجزائر
منتجات أخرى مهمة لحياة الناس اليومية على وشك أن تصنع، وستنهي حالة طويلة من العجز في توفيرها محليا وإنهاء عهد الاستيراد الذي أحرج السلطات أكثر من مرة. إنها مصفاة الجزائر في سيدي رزين المتجددة كليا. أنشئت هذه المصفاة الضخمة لتكرير النفط الخام منذ بداية الستينات من القرن الماضي، لكنها تعرضت لأعطاب متكررة بعد كل هذا العمر من الخدمة. خصص مبلغ بأكثر من مليار دولار لإعادة تأهيل مصفاة الجزائر التاريخية، فتوقفها أدى إلى تحول الجزائر الغنية بالنفط إلى بلد يستورد الوقود، حيث يقدر حجم استهلاك السوق المحلية من الوقود بأكثر من 20 مليون طن سنويا، وتقدر فاتورة الاستيراد بأكثر من مليار ونصف مليار دولار. منذ افتتاحها العام الماضي أصبحت المصفاة الجديدة تنتج أكثر من 3 ملايين طن سنويا من الوقود، بدلا من نحو أكثر من 2 مليون طن سنويا في وقت سابق. حسني بوخالفة هو الرجل الأول في هذه المنشأة. لينيتي هذه لايتي ريابيليتي ان 2019، استادير دخلت ان برودكسيون مي 2019 افيك اون اوغمونطاسيون de charge de 35%, c'est-à-dire on est passé de 2,7 millions de tonnes par an de traitement à 3,7 millions de tonnes de traitement de brut par an. ويبدو مدير المركب متفائلا بهذا العمل الجاد الذي أنجز، فهم طاقم العمل هنا هو الإبقاء على مستويات الإنتاج والتخلص من حقبة الاستيراد. La reconversion est totale parce que la nafta qu'on exportait avant, on va la retraiter dans une autre. Les connaissances de droit, nous allons faire les essences. أنظمة عمل مصفاة النفط تختلف كليا عن نظام عمل منشآت تسييل الغاز، وهي معقدة وتتطلب مهارة وكفاءة وتقنيات عالية جدا. في هذا الرسم ثلاثي الأبعاد الذي أعده تقني الجرافيك في الشروق نيوز، نحاول تبسيط هذه العملية. عندما يأتي النفط الخام من الخزانات الرئيسية يمر على هذا الفرن العملاق لتسخينه إلى درجة حرارة قد تفوق 400 درجة، متجها بعد ذلك إلى برج التقطير العملاق هو الآخر. يتجمع الإسفلت أو القطران وهو أثقل العناصر في أسفل البرج، وفي درجة حرارة نسبية ب 300 درجة مئوية يتجمع أعلى بقليل المازوت، وفوقه بقليل يتقطر الكيروزان المعروف ب وقود الطائرات في درجة حرارة 200 درجة مئوية، وتصعد أخف العناصر تباعا لأعلى البرج ليتجمع عنصر البنزين والنفط في درجة حرارة قريبة من 150 درجة، وأخيرا يتقطر الغاز في أعلى هرم البرج، وتذهب بعد ذلك نواتج تقطير أخرى إلى عمليات مختلفة من التكسير الهيدروجيني والمعالجة الأخرى بإضافة مواد كيميائية لتحسين جودة المنتجات النهائية. إن برميل النفط الخام هو بدون فائدة ما لم يعالج، لهذا تبرز الأهمية القصوى لعمليات التكرير. عبد النور رئيس فرقة المناوبة نزل بنفسه لمعاينة عملية التقطير ومراقبة عمل الأجهزة. الوضع هنا يختلف عن مراكبات التمييع التي شاهدناها سابقاً. بالنسبة للإنسان، الإنسان ماهيش عملية معقدة، لكن الإنسان الخارجي عن الوحدة فهي عملية معقدة، لأن هناك عدة تغيرات في النفط، منها درجة الحرارة، منها الضغط هذا النفط. لا ننسى أن نقوم تانك بإخراج منه كمية من الغاز. وتسير هذه العمليات مصلحة الإنتاج التي يقف عليها حسن، وقد تحسن مناخ العمل هنا كثيرا مقارنة بتجهيزات المصفاة القديمة. لازم فيها تركيز متواصل ليل مع النهار، والامن هنايا واقفين معنا، وبعد لا ريابيليتاسيون تاع لينيتي زادت ولات اون سيكوريتي 1000 فوا اون سيكوريتي لينيتي هذه.
في خضم حديثنا مع رئيس دائرة الإنتاج، يحدث شيء لم يكن في الحسبان. تغيرت ملامح حسن فجأة ليخبرنا أن وحدة جديدة لإنتاج البنزين توقفت فجأة دون سابق إنذار. بيتر وافدو شوف الكولاج تاعك ام اس بروغرام ديكلونشير الكولاج تاع لي باك فيريفيهم. عندنا وحده جديده لصناعه لي زيسونس سي لو ام اس بلوك، صرا ان ديكلونشمون سيرمون كاين بروبليم في الفور ايزون بليجي دو لاريتي فور انترفونسيون، وخاصه من الناحيه الامنيه كذلك باش ما يكونش خطر على الوحده وعلى على لارافيني كامل، لازم نحبسو. تكون هذه الحالات ضمن النطاق العادي، المطلوب هنا فقط أعصاب باردة وتركيز الفرق على العمل لحل المشكلة. اتجهنا لقسم الأمن الصناعي والوقاية، يراقب محمد وطاقمه هذا الوضع الذي حصل فجأة وهم متأهبون لأي شيء قد يتطور. المثل تاع اليوم عندنا، كانت هناك مكالمة استئجالية اللي فيها إرسال يقول أن جانب من وحدة الإنتاج توقفت جزئيا، ولهذا يجب أن يكون تدخل سريع وآني لاحتواء الوضع والعمل كل ما في وسعنا باستعمال الموارد البشرية كما نشوفهم وخاصة الموارد المادية. مثل باقي مشاهدات تقرير النفط حول العالم، أدخلت تقنيات جديدة وأجهزة تعمل بتكنولوجيا فائقة للتحكم عن بعد في أنشطة التكرير، إنها تشعر العمال بأنهم أكثر أمنا. عندنا قلنا لو دي سي اس، عندنا لو سي اس توسكي بروبليم إلكتريك ولا حاجة اللي ديتكتي أوتوماتيكمون، دونك أون بالونس سور نوتر ترونش ولا حاجة أوتوماتيكمون ولا تحبس الوعي. كنتوا معنا شفتوا معنا مقبل اون اون بيتي ديك ان ديكلونشمون رابيد تاع لي زونيتي تاع ها سي ان بيتي سي ان تو بيتي بروبليم دو بريسيون، حبست الوحده وحدها اوتوماتيكمون. هذه صدي الدخله دون كادر دو لا سيكوريتي دي زونيتي، حبست اون ريديماري اوسيتو. أنفق مبلغ هام من المال لتطوير كفاءات جزائرية شابة تولت بنفسها تشغيل المصفاة الجديدة بعد أن بنتها شركة صينية. دون كادر لا فورماسيون ديجا تاعهم هنا باش ديماريو الوحدات باسكو كوم وحدات جدد، دونك درنا لهم دي فورماسيون، درنا دي فورماسيون ان بو بارتو سكيكدا ارزو حاسم سعود اون شين. C'est-à-dire que, alhamdulillah, on n'a pas lésiné sur les moyens de formation. مشتقات النفط تحتاج لتحاليل دقيقة لإثبات جودتها. يأتي هذا المخبر المميز جدا ليقوم بهذه العملية وفق آخر التكنولوجيات الجديدة. مكان المصفاة القريب جدا من التجمعات السكنية فرض تطبيق معايير صارمة للحفاظ على البيئة، فالانبعاثات هنا محدودة وتتعرض للتصفية الشاملة في الهواء والماء لتجنب مخاطر على السكان والمحيط. Pour l'hygiène atmosphérique, les fours ainsi que les chaudières, c'est-à-dire tous les équipements à flamme tournent avec des brûleurs low NOx. C'est des brûleurs qui permettent de limiter les rejets nocifs à l'atmosphère. هذه اليوم راه الوحدات راهي تمشي بطريقه عاديه. الشيء الثاني بالنسبه لكل السوائل صادير لي روجي ليكيد اللي يخرجوا من المصفات، عندنا وحده يونيتي دو تريتمون دي زيفليون كي كومبوزي دون فاز فيزيكو شيميك اي اون فاز باكتيرولوجيك كي ريسبكت توتالمون لا ريغلمونطاسيون الجزائريه.
كل هذا الجهد الذي يبذله العاملون في قطاع النفط والغاز من نشاط المنبع إلى نشاط المصب لتأمين إمدادات الطاقة نحو السوق المحلية وتأمين احتياجات شركاء الجزائر الدوليين في هذا المجال، إلا أن ذلك لا يمنع الأصوات التي تتعالى يوما بعد يوم لتنويع الاقتصاد الوطني وإخراجه من التبعية المطلقة لقطاع واحد فقط يضع الجميع أعينه عليه، ويزداد التحدي أكثر على مدى السنوات العشرين القادمة التي ستشهد حسب توقعات وزارة الطاقة ارتفاعا كبيرا في نسبة استهلاك الطاقة على المستوى الداخلي وتأثير ذلك على صادرات البلاد من النفط والغاز، في وقت تدخل فيه الطاقات المتجددة بقوة لتسيطر على اتجاه العالم بحلول 2040.